الحمد لله على تمام الإحسان وجزيل النعماء، والشكر له على سوابغ الإيمان وترادف الآلاء. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين، وفقنا ربنا لما تحب وترضى، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك المتقين. معاشر الأحبة في الله، ما زال الحديث مستمرا عن الاستقامة، وإن في كتاب الله تبارك وتعالى آية مباركة جمعت خصال الخير كلها وخصال الشر كلها، وهي أعظم أبواب الاستقامة. هذه الآية المباركة أيها الأحبة، يقولها الخطباء في كل جمعة، وما أحوجنا إلى أن نطبقها في واقعنا، في حياتنا الاجتماعية، في معاملاتنا اليومية، في عباداتنا. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، والعدل أيها الأحبة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، الذي لا يظلم الناس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية المباركة أيها الأحبة نأخذ منها اليوم العدل والإحسان. والعدل أيها الأحبة يشمل مناهج الإسلام كلها، ويختصر مناهج الإسلام كلها، فلا دين لمن لا عدل له، وهو خط الرسالات وخط الأنبياء. فالأنبياء كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم. ولقد قال الله تبارك وتعالى أيها الأحبة: وأرسلنا، أي مع النبيين، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآية المباركة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك قال لداود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذه الآية المباركة: إن الله يأمر بالعدل، فهو خط النبيين وخط الدعاة والمصلحين والمخلصين. فإن غياب العدل أيها الأحبة غياب للطمأنينة، إن غياب العدل أكبر المشكلات التي يمكن أن تعيشها الأمم. وإن العدل ما وجد في بلد إلا وعمره، وما منع من بلد إلا ودمره. العدل في الأقوال أيها الأحبة، وإذا قلتم فاعدلوا. والعدل في الأحكام،
وأمرت لأعدل بينكم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. العدل بين الأولاد أيها الأحبة في حياتنا الأسرية، بين الذكر والأنثى، أن تعدل بينهم بالمحبة والعطية، أن تعدل مع الزوجة وأن تعدل الزوجة مع الزوج، أن نعدل في حياتنا اليومية في معاملاتنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى حتى مع المخالفين منا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إذا كنت لا تحب هذا الشخص، لكن ينبغي عليك أن تعدل معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآيات أيها الأحبة دستور من رب السماوات والأرض الحكيم العدل الذي لا يظلم أحدا. فما أحوجنا أيها الأحبة إذا أردنا طريق الاستقامة أن نلتزم طريق العدل. ولقد حرم الله الظلم على نفسه، فلا ينبغي علينا أن نتظالم فيما بيننا ولا أن نظلم غيرنا، فإن من أعظم البلايا الظلم، فإن الظلم أيها الأحبة يخرب الديار العامرة. ظلم الولد، ظلم الزوجة، ظلم الحياة فيما بيننا في معاملاتنا. لذلك قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. العدل أيها الأحبة من أعظم النعم، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل. ثم بعد ذلك يأتي الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان معناه الإتقان. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه ينبغي على كل مسلم مؤمن إذا عمل عملا أن يتقنه. فلقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وخلق كل شيء فأحسن خلقه، السماوات والأرض والكواكب والنظام الكوني. آيات الله تبارك وتعالى محكمة بإحسان الله وإتقانه تبارك وتعالى. وأنت نائم كل شيء يتحرك، القلب، الرئتان، الهواء، إنه إتقان الله سبحانه وتعالى. خلقنا في أحسن تقويم وفي أحسن صورة. لذلك ينبغي أن نكون متقنين أيها الأحبة، وأن نكون محسنين. وكلنا يعرف أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان، الإحسان أعلى مراتب الإيمان. فإذا أردت أن تصل إلى أعلى مراتب الإيمان فما ينبغي علينا سوى أن نجتهد أن نكون من المحسنين. والإحسان على معان كثيرة أيها الأحبة. الإحسان في العبادة، وقد أشرنا إلى أهمية أن يكون المرء في عبادته محسنا، أن يراقب الله في عباداته، وأن يطبق هذه العبادات وتكون لها ثمرات في حياته اليومية. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الإثم، عن التعدي على حرمات الآخرين، الصلاة تنهى عن الظلم. فإذا لم نكن محسنين في صلاتنا فلا يمكن أن تؤثر في واقعنا. الإحسان في التحية، انظروا إلى معاني الإسلام العظيمة أيها الأحبة. الإحسان في التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييت بتحية فلتكن مبتسما منبشا، حي بمثلها، وإذا ما زدت عليها فيكون أحسن، حي بأحسن منها، بكل ابتسامة، بقلب منشرح، لأنه حينما تقول للعبد أيا كان مسلما عليه بابتسامة ينشرح قلبه وتزول هواجسه مع المسلم ومع غير المسلم أيها الأحبة. نحن دعاة، فينبغي علينا أن نظهر صور الإسلام المميزة، وأن نكون منيرين مشرقين في حركاتنا وفي حياتنا اليومية. الإحسان في الإنصات من خلال الحوار، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن تحسن الحوار مع الآخر، وأن تنصت للآخر، وأن تحسن الاستماع له، وأن يكون حوارك بالتي هي أحسن. فلقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل الحوار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا حاورت مسلما فكن منضبطا بأدب الحوار، وإذا حاورت غير مسلم
فكن منضبطا بأدب الحوار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أحسن المعاني وأحسن الكلام وأحسن المعاملة. هكذا هو ديننا أيها الأحبة الكرام. كذلك الكلمة الطيبة، أن نختار أحسن الكلمات. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. أحسن الكلمات وأحسن المعاني تختارها لزوجتك، تختارها لولدك، تختارها لجارك، تختارها لمن يتعامل معك. ولا يفرق الإسلام بين مسلم وغير مسلم مهما كانت عقيدته، فإن الإسلام يخاطب الناس بإنسانياتهم، إنما خاطب الناس بأخلاقكم. لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. فمن خلال الكلمة الطيبة التي تقدمها لمن يتعامل معك كل يوم في أعمالك، في بيتك، في مسجدك، في طريقك، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أيها الأحبة. وكذلك المعاملات، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا ما حصل معك مشاجرة أو حصلت معك مشكلة، فلا تتعامل السيئة بالسيئة، ولكن القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن. تعامل بأسلوب راق بالتعامل مع من يسيء إليه. كذلك مع الوالدين، وبالوالدين إحسانا. وكما تعرفون أن الوالدين هما بعد الله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تواضع لهما، تذلل لهما، عاملهما بالحسنى، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى ولو كان الوالدان غير مسلمين، لا تقل لهما أف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك أيها الأحبة مع الجار، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسولنا، يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المعنى العظيم أيها الأحبة، الجار، لأنه قريب إليك. ويقولون أن الجار القريب خير من الأخ البعيد، فهو يعرف حالك، يعرف مرضك، يعرف مشكلاتك، يعينك في فرحك، في مصابك، في همومك. لذلك هذا الجار ينبغي أن تكرمه. وكانوا يقولون أن الجار بينك، يعني ولو كان بينك وبينه 7 طرقات أو 40 دار فهذا جار، كيف بمن يكون معك في السكن؟ وهذا طبعا أيها الأحبة، هناك نحن نعيش في بلد، نتجاور أولا مع مسلمين وغير مسلمين، وهذا الخطاب عام، ينبغي أن يكون جارك يرى من أخلاقك وصفاتك، فإذا ما رآك ابتسم لك لا يخاف منك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وطبعا الجوار أيها الأحبة، نحن نتجاور من خلال السكن، من خلال العمل، في الطرقات، في الحافلات. فلذلك ينبغي على المسلم أن يظهر أخلاق الإسلام راقية حتى مع الجمادات. الإحسان مع الجمادات ومع البهائم، فلا تقطع شجرة ولا تؤذي بهيمة مهما كان. انظروا، وكلنا يعرف أن امرأة كانت عاصية دخلت الجنة بأنها سقت كلبا. فهذا هو معاني الإسلام، هذه معاني الإسلام في العدل والإحسان أيها الأحبة. وما أحوجنا أن نعيش هذه المعاني، وإن كنا نحن للأسف نعيش في ظروف صعبة. فالمسلمون الآن في العالم، في مشرقه ومغربه، يتعرضون للظلم ويتعرضون للأذى، ولكن لا ينبغي على المسلم سوى أن يعلن عن إسلامه، وأن يظهر إسلامه وأخلاقه، وأن لا يشمل الناس كلهم، فأصابع اليد كلها ليست كبعض. أيها الأحبة في الله، هذه الآية العظيمة المباركة، ما أحوجنا أن نعيشها وأن نطبقها. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قد أشار على الخطباء في كل جمعة أن يحث الناس وأن يذكروهم بهذه الآية
حتى أن الكثيرين حفظوها من وراء خطباء الجمعة لما تحمل من خصال الخير. إن الله يأمر بالعدل، العدل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يمنع الله تعالى وينهى عن الإثم والعدوان والتعدي على الحرمات وظلم الآخرين أيا كان هؤلاء الآخرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن ترفع الهم والغم والكرب العظيم عن المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سواء السبيل، وأخرجنا ربنا من الظلمات إلى النور. اللهم اشف مرضانا، وداوي جرحانا، وارحم موتانا، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.